يعني حبيبي انا بصر على حاجه بفضل مصمم عليها لحد ما بعملها يعني. امير، انا حالك شيء، لما قدمت التقديم قلنا ابن البلد الجدع، ولما بتفرج عليك طبعا انا شفتك قبل كالتقديم جان فعلا، يعني اجنبي، ابيض، عينك ملونه، ما في دقن، الشعر قصير، بتبين اوروبي. لما هلا عم بشوفك مع يعني اختيارك للوك الجديد، لا دقن هيك، فيها هيك لا الشقي، هو فيها ذا نوتي بوي، بص عرفت هو كيف؟ ممكن تكون برضو يعني موضوع السن فرق شوية، طبعا الواحد كبر في العمر شوية فشكله اتغير، ملامحه اتغيرت، عظمه اعراض كبر، انت فاهمة، الملامح اتغيرت، فاهمة. ايوه بس هو الفكرة كلها انا برضو انت بتشوفي الناس عايزة ايه، ما انت ساعات بتبقى عايزة انت نفسك توصلي لايه وتعملي ايه، بس برضو لازم تحطي فيها يعني بقدر كبير جدا الناس عايزين يشوفوك ازاي، بحبوا هذا اللوك. بيحبوا كده. ايه 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 يعني انا مش هصير ان انا اعمل ده والناس مش حباه، لا، ما هو اوكي مين اللي هيتفرج عليا انا؟ صح ما الناس اللي هيشوفوه، صح صح فلازم اعمل صح زي ما الناس ما يحب. يعني اللوك هيدا عطاك ادج تاني، التاني بتحس لا هيك الشاب عرفتي المهذب المرتب اللي هيك هو رايق، الشكل ده كبر شوية، لا مش كبر اداك هيك كيف فين ديزل نشفان جيسون شوية، ستاتم، نشفان ايوه يعني شوية في بحس انه لا ما يعني مش هقول له بأمان يعني، ايوه بقى لو ذكر كسر على يعني، بس لا لا حبيبي طول عمرك الله يعني يخليك. ابن الجدع جنتل، عرفت يعني هيدي. وحتى الوانك يعني عاده اولاد البلد يمكن بشرتهم سمراء اكثر، ملامحهم مختلفه، انت عندك هيدي عم بقول لك كثير بص بشوف هو فيه. انا ميكس غريب يعني، هو انا شبه امي الله يرحمها، الله امي يرحمها كانت ميتة شبهي، انا كنت شبه امي بالظبط، كربونه يعني، لو شفتيها ماشيه في الشارع هتقولي ام اميره اهي كربونه. وهعكسها معلش بعد اذنك الله يرحمها طبعا امها. فابويا اسمر جدا، تمام، وانا اصلا مش يعني، انا من منطقه شعبيه، انا من سرايا القبه والزيتون لو تسمع عنه. طبعا حدائق القبة اجدع ناس. لا سرايا القبه اوكي قريبنا ايه دي حاجه ودي حاجه حدائق القبة مش قريبة من يعني، في سرايا القبه، حمامات القبه، حدائق القبه، هي هما القبة ورا بعض، كبيرة، هي القبه كبيره. انا رحت الحدائق بس حابة اروح اسال القبة، بس فانا اجدع ناس برضو طبعا. طبعا الحمد لله. وبتروح بتزور له بدلك انت قريب طبعا مصر الجديدة ساكن لا انا، لا انا دلوقتي في التجمع اوكي بس بنزل لحد دلوقتي سرايا القبه، بزور والدي يعني قاعد لسه هناك موجود، حبيبي فبروح حبيبي يعني. الله يخلي لك يا الله رب. يخليك.